تالي وين عندها حضور على المستوى الحزبي، تالي وين عندها الان بدات كتبرز على المستوى الوطني، خصنا باش ندفعوا في هذا الاتجاه، باش نقويوا في هذا الاتجاه، لانه كما كتعرفوا تالي وين محتاج الواحد، محتاج الواد الحر، وهذا الموضوع وانتهى الان وغادي يتنفذ ان شاء الله بعد الاتفاقيه اللي كتبها وزاره الداخليه والمكتب الوطني للكهرباء، الموضوع راه انتهى. وكذلك نحتاج لمجموعه ديال المشاريع، منها اساسا التكوين المهني، منها اساسا المجال الفلاحي، وكذلك دعم ديال وزاره الفلاحه للمنتوج ديال الزعفران. سمحوا لي، كان عندي شي دور في البرلمان، فهو بفضل السيد الامين العام اللي كان دائما ورايا كيدعمني وكيدفعني الى الامام. كنشكر الاهتمام ديالو، وكذلك كنشكركم جميعا على الحضور ديالكم. 5 سنوات قضيتها كلها مقابل الملفات ديالكم، الطريقه باش كنشتغل ربما كتعرفوها، ربما تعرفوها، انا كنشتغل مع رؤساء الجامعات، هما اللي كيهيئوا لنا الملفات، هما اللي كيجيبوا لنا الملفات، وكنشتغلوا على الملفات، وبناء على الملفات كنجيبوا واحد المجموعه ديال الميزانيات. هذه الطريقه باش كنشتغل. انا ما كنجلسش في القهاوي نجمع، انا ما كنجلسش مع الناس نهضر، انا كنقلب على ملفات اللي ندافع عليهم ونجيب فيهم البيدجي للمنطقه. الان حنا نحن جوانت على المشاريع.